السلام عليكم. هنكمل الفيديو التالت. احنا هنعمل النهاردة كنا عملنا في الفيديو اللي قبل كده Unstructured Mesh. هنعمل النهاردة Structured Mesh على Backstep 2D. طبعا لو رجعنا تاني للجلوبال هنلاقي ان السايز فانكشن هنا كيرفيتشر، فاحنا افضل ان احنا نضمن ان هي في هتبقى شامله الكيرفتشر والبروكسيميتي عشان تقدر تجيب اي زيادات في الجسم واي كيرف في الجسم. الريفلس سنتر ممكن نخليه فاين، ممكن نجرب المش بالظبط. هو بدأ يحسنه بس انتوا ملاحظين هو مش هو يعني يعتبر structured، بس ايه في elements مش مظبوطه، واخده تريانجل ومش مش مربع بالظبط. فبالتالي احنا هنعمل ميثود عشان نحدد شكل الاليمنت ونثبته. هنعمل ابلاي ونخلي ده كوادرات. اوكي مش فري فيس ميشنج ده، نخليه اول كواد. تمام. لو عملنا جنريت تمام، بعد كده هندخل السايزنج بتاعي، ممكن نقلل شوية نخليه 0.075 مثلا، ونخليه هارد عشان نضمن ان هو ما يعديش، يبقى الماكسيم طبعا ما يعديش الرقم اللي انا حاططه له ده. هتلاقي ان المش بدأ يصغر، صغر شوية. بالظبط انتوا شايفين، بس برضك ستيل ان هو مش structured، في مشكلة فيه ان هو ال elements يعني يعتبر فيها حتت مش مظبوطة قوي. طب احنا بنظبط الحتة دي ازاي؟ ان انا لازم اعمل حاجة اسمها face meshing. اختار البادي بتاعي، اعمل apply واقول له هنا، هو بيقول لي انت الميثود كوادرات تمام مش بس كده، وهعمل generate. هو المفروض كده هيبدأ يظبط بالظبط. هو قدر يعني ايه يمشي يخلي يبقى فيه vertical lines والhorizontal lines، ويبقى مظبوط كافي ان هو يبدأ يشتغل عليه، قصدي ان هو يقدر يعني يكاتش ال edges كلها. طبعا احنا ممكن نصغر اكتر من كده ال elements زي ما انتوا عايزين. نخليه 0.05 ونعمل generate. اوكي لو عملنا مش بالظبط هو حسنه شوية. يعني لو عملنا زوم معلش ثواني، تمام. هو حسنه شوية. طبعا هو مش كل مش المش كله مش اورثوجونال، ملاحظين ان في زاوية، وده هيبان لو احنا دورنا عملنا دورنا السكيونس بتاعنا، لان ان هو الماكسيمم بتاعه 0.08، يعني ده كويس جدا. الاورثوجونال كواليتي بتاعته 9.9 يعتبر واحد. الستاتستكس لو ملاحظين هتلاقي 9670 نوت، والاليمنت 9420 نوت، ده كويس برضك. بس احنا كده يعتبر خلصنا الاستراكشرد مش. السلام عليكم ورحمة الله.